بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم إخواني أخواتي في موقع الرياضيات لكل المستويات، والآن مع تقديم خدمة جديدة من خدمات الموقع، وهي شريط أدوات خاص بموقع الرياضيات لكل المستويات. هذا الشريط يمكنكم من يعني يقوم بتسهيل عملية البحث في موقع الرياضيات لكل المستويات عن الدروس والولوج إلى الصفحات الخاصة بمستواكم، وكذلك البحث عن أشياء أخرى خارج الموقع. إذن طريقة تحميل البرنامج، ندخل إلى موقع mathwise.com، واضح؟ هنا بالنسبة لنا نستعمل جوجل كروم ك يعني برنامج الدخول إلى الموقع، ويمكنك استعمال انترنت اكسبلوري أو غير ذلك من البرامج، أو موزيلا فايرفوكس إلى آخره. إذن بعد الدخول إلى موقع mathwise.com نختار هذا الرابط، إذا جديد تحميل شريط أدوات موقع الرياضيات لكل المستويات. نضغط فوق الرابط ويتم تحميل البرنامج مباشرة. إذا البرنامج في طور التحميل. اسم البرنامج هو tb3mathwise.com، حجمه هو 1.069 ميجا أوكت، يعني خفيف جدا. بعد انتهاء التحميل نضغط مرتين فوق البرنامج ليتم تثبيته، ثم نضغط فوق اكزيكيتي. هنا يمكنك ان تضع علامة لاختيار مثلا محرك البحث الخاص بهذه الأداة او تركها كما هي. أنا أفضل أن أتركها فارغة وأنصحكم بذلك. Next، استمر. هنا يعني يجب حذف هذه العلامة لأننا لا نريد أن نقوم بتحميل هذا البرنامج الإضافي. ثم Next، وهنا أيضا يجب حذف العلامة لأنني لا أريد أن أقوم بتحميل هذه الأداة الأخرى. ثم Next. إذا الآن فقط أقوم بتحميل شريط أدوات الخاصة بالموقع mathwise.com فقط، لا يجب وضع أي علامة في الخانات السابقة. إذا بعد انتهاء التحميل يتوقف جوجل كروم عن الاشتغال ثم يعود بعد انتهاء التحميل. إذا نضغط فوق فينيش، إذا انتهى التحميل، وسوف يظهر شريط الأدوات هنا فوق الموقع مباشرة. ويمكنك التحكم فيه، يعني إظهاره أو إخفائه، تلقا من الخصائص جوجل كروم. إذا نضغط هنا ثم نضغط فوق بارامتر سيتين، هنا نضغط فوق اكستنسيون حسب اللغة التي لديك. هنا لاحظ البرنامج موجود هنا. إذا أردت حذف البرنامج بكل بساطة قم بحذف أكتيفي يعني ديزاكتيفي، وإذا أردت أن يظهر شريط الأدوات اضغط هنا، ضع علامة هنا. إذا أردت أن تقوم بحذفه نهائيا اضغط فوق هذا الزر. إذا انتهينا من طريقة التحكم أو حذف البرنامج، التحكم في البرنامج أو حذفه. إذا الآن لاحظ الشريط موجود هنا. إذا بعد انتهاء تثبيت البرنامج يتم اقتراح عليك بعض الخصائص. إذن هل تريد إضافة إيميل نوتيفير؟ هذه الأداة تمكنك من مشاهدة الرسائل الجديدة في كل حساباتك، سواء جيميل أو ياهو أو هوت ميل أو غير ذلك. فقط تقوم بتسجيل ويتم يعني تنبيهك عندما ترسل إليك أي رسالة. إذن ولا أنصحك بها لأن الحاسوب سوف يكون ثقيل نوعا ما. هنا راديو بلاير، راديو بلاير إذا كنت تريد أن تستمع إلى إذاعة الراديو، إذا كانت لديك يعني الاتصال بالإنترنت جيد يمكن استعمال إلى يمكنك الاستماع إلى إذاعات راديو عديدة من بإضافة هذه الأداة، سوف أتركها أنا. لكن إذا كانت لديك الإنترنت مثلا موبيل يعني 3G أو صبب ضعيف لا أنصحك باستعمالها. وهنا إذا أردت أن تعرف مثلا المناخ حرارة إلى غير ذلك يمكنك تركها، وإذا لم تريد قم بحذفها.
بعد ذلك اضغط فوق فينيش يعني انتهيت. لاحظ تمت إضافة الراديو والأدوات الأخرى الخاصة بالموقع موجودة هنا. الآن مع طريقة استعمال البرنامج، أولا للدخول إلى موقع اضغط هنا، تدخل إلى موقع الرياضيات لكل المستويات. ثانيا أدوات البحث، إذا أردت أن تقوم بالبحث عن أي شيء اكتب فقط الكلمة أو قم بتحديدها. مثلا أريد أن أبحث عن كلمة دروس وتمارين في الرياضيات، لاحظ معي أقوم بتحديد دروس وتمارين في الرياضيات فتظهر هنا، لاحظ. ثم هنا يمكن تخصيص البحث، هل تريد البحث في يعني الانترنت او في مواقع الرياضيات او عن الصور او ديكسيوناري او فيديو او غير ذلك، يعني يمكنك اختيار نوع البحث. نحن مثلا ويب سيرش، يعني نريد البحث على الانترنت، ثم اضغط فوق جو لتظهر نتائج البحث. لاحظ نتائج البحث في كل المواقع، ويمكنك تغيير نوع البحث ايضا من هنا، ايماج فيديو نيوز اكسترا. الأداة الثانية هي هذه الأداة، هنا يمكنك اختيار مستواك مباشرة، سوف يتم إضافة المستويات الأخرى هنا بعد يعني الانتهاء من إنجاز الدروس الخاصة بها. ثالث أداة هي جدع مشترك علمي أو أولى باك، هنا تدخل مباشرة إلى مستوى الأولى باك علمي مثلا. لاحظ قمت بالدخول مباشرة إلى مستوى الأولى باك علمي، وأجد هنا الدروس مرتبة حسب مقرر ومرتبة كذلك حسب تسلسل. إذن هنا كل الدروس سوف تجدها الخاصة بالأولى باك علمي. ثم تويتر، تدخل إلى صفحتنا الخاصة بالموقع على تويتر، ثم يوتيوب الخاص بنا وفيسبوك الخاص بنا كذلك، وهنا الفيسبوك الخاص بك أنت. إذا ضغطت هنا يمكنك مشاهدة كل ما هو جديد في صفحتك على الفيسبوك دون الدخول إلى الفيسبوك، لكن بعد تسجيل الدخول. سوف نقوم بتسجيل دخول، اوكي نقبل بتسجيل دخول، اوكي. الان لاحظ عندما اضغط هنا لاحظ كل الجديد هو متوفر هنا، كل الجديد على الفيسبوك متوفر هنا، يعني مشاهدة الأمور التي لم تشاهدها من قبل أو الرسائل أو غير ذلك. يعني يمكنك الدخول إلى حساب خاص بك أو صفحتك على الفيسبوك أو الرسائل أو غير ذلك، الصور أو غير ذلك. يعني يمكنك الدخول إلى كل ما لديك على الفيسبوك فقط انطلاقا من هذه الأداة دون الدخول إلى الموقع. إذا بعد الانتهاء تقوم بغلق الأداة، وهذه رسالة ترحيبية. وهنا إذاعة الراديو التي قمت بإضافتها، ونختار الإذاعة التي تريد أن تستمع إليها، ويمكنك البحث عن أدوات عن إذاعات أخرى، مثلا بي بي سي سيرش. إذا الإذاعة تشتغل الآن، يمكنك غلق النافذة وترك الإذاعة تشتغل.